أنهت اللجنة الإشرافية العليا لمهرجان العقيلات لمزاد الإبل الاستعداد للمهرجان. للحديث عن تفاصيل هذا المهرجان ينضم إلينا من القصيم يوسف الحميد مراسل الإخباري. أهلا يوسف، مرحبا بك. حدثنا عن تفاصيل التي ستتم من خلالها يعني أجواء ونشاطات مهرجان العقيلات. نعم جبريل، استمرارا للدعم التي تحظى او للدعم التي تحظى به منطقة القصيم من خلال سمو أمير المنطقة بدعم المشاريع الاقتصادية الواعدة، سينطلق بإذن الله خلال أيام القادم مهرجان عقيلات لمزاد الإبل. هذا المهرجان التاريخي الذي سوف يعكس ما تميزت به منطقة القصيم من خلال رحلة العقيلات التجارية التي كان يقوم بها الآباء والأجداد بزيارة الدول الشقيقة وأيضا المجاورة. هذا المهرجان الذي سوف يعكس الموروث الاقتصادي أو الموروث الشعبي والثقافي للعقيلات أيضا سيتضمن عدد من البرامج العلمية والثقافية والاقتصادية في مجال الإبل، أيضا سوف يفتح آفاق التعاون بين الجهات المحلية وأيضا العالمية. هذا المهرجان الذي سوف ينطلق بإذن الله خلال 3 و4 أشهر القادمة، وسوف يكون موقعه بإذن الله على طريق الأسياح محافظة الأسياح هنا بمنطقة القصيم، وستضمن أيضا عدد من الفعاليات الترفيهية وأقسام متعددة للأسر المنتجة. طيب يوسف، يعني ألا يوجد لديك تفاصيل عن الجوائز، عن أيضا النشاطات، بعض النشاطات التي يمكن أن يشهدها أبناء المنطقة أو زوار المنطقة في هذا المهرجان؟ المهرجان سوف يتضمن عدد من الفعاليات سواء للإبل وأيضا للخيول وأيضا عدد من المزادات المخصصة للإبل في هذا المهرجان، مهرجان عقيلات للإبل. هذا المهرجان يشرف عليه إمارة منطقة القصيم وأيضا أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية. أيضا سيتضمن عدد من الفعاليات التي لم نطلع عليها حتى الآن، ولكن موعودين بمهرجان ثقافي واقتصادي عالمي بإذن الله تعالى سوف يقام بمنطقة القصيم وتحديدا على طريق محافظة الأسياح. طيب احنا نتمنى لمن سيأتي لهذا المهرجان أن يسعد به. شكرا لزميلنا مراسل الإخبارية الذي كان يحدثنا من القصيم حول مهرجان العقيلات لمزاد الإبل الزميل يوسف الحميد.